أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً بقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور. المشاهدين برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. قناة الكرمة أحبائي عم تبث على 14 قمر اصطناعي بغطوا 98% من كل الأرض. بشكر الرب الليلي بنعمة الرب حنتواصل مع حضراتكم بتوقيت سيدني يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء. رجاء تحفظوا هذا التوقيت لأن البرنامج دائما ملتزم بتوقيت أستراليا سيدني، علشان هيك في تغيير بالقارات وأحيانا بيصير في لخبطة بمواعيد القارات المتنوعة. فرجاء تحفظوا سيدني يوم الثلاثاء مساء الساعة 8 مساء. طبعا عندنا أحبائي اليوم حلقة بنعمة الرب جديدة من برنامج أكثر من رأي، والحلقة بعنوان طريق قايين وضلالة بلعام ومشاجرة قورح. ثلاث نواحي رح أتأمل فيها كتبها القديس يهوذا، ليس الأسخريوطي كتبها، وبعدين رح نتأمل فيها طبعا بتوسع، خاصة أنه بيطال فيها مواقف المعلمين الكذبة والذين يدعون معرفة المعرفة الروحية، لكن حنتوسع فيها بنعمة الرب. أنا سعيد أن يكون معنا بالاستوديو أحبائي الأسيس الفاضل الأسيس هنري عازر، وهو راعي الكنيسة المعمدانية بكامبل تاون سيدني أستراليا. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس. أهلا بك أسيس جون. الرب يباركك وشرف البرنامج. شكرا. الرب يباركك. نصلي أن الرب يبارك حياتك ويبارك البرنامج الحلو الجميل ده. الرب يباركك ويبارك هذه القناة الرائع. مجدا للرب. أشكرك جدا يا حبيبي. أحبائي طبعا كمان معنا بنعمة الرب على الزوم خادم الرب الفاضل الأسيس الفاضل الأسيس فايق اسكندر، والأسيس فايق طبعا هو راعي الكنيسة المشيخية بماروبرا بسيدني كمان أستراليا. ومعنا أيضا الأسيس الفاضل على الهاتف، رح نأخذ منه عدة مكالمات، الأسيس الفاضل ريمون سمير، وهو راعي الكنيسة كنيسة الحرية ليبرتي تشيرش بملبون. فنشكر رب من أجل خدامنا الأفاضل، الرب يبارككم جميعا، ونشكر رب من أجل كل واحد من حضراتكم. أسيس، إيه اللي ممكن نقوله في البداية بهذا بحسب هذا العنوان؟ هو شوي طويل العنوان بس ما كان فينا نقصه. بدنا نقول طريق قايين، ما هو طريق قايين؟ ضلالة بلعام، ما هي الضلالة؟ مشاجرة قورح. تفضل. حقيقي الأمر ده عبارة عن تمرد ثلاثي حاصل وشايفينه. نعم. إن كان حوادثه في العهد القديم، لكن بنشوفه واضح في هذه الأيام في المسيحية الإسمية. نعم. فنرى طريق قايين، أي فعل الإرادة الذاتية والمشي بحسب العقل لا بحسب وصايا الرب وإنذاراته. نعم. فهو طريق يختلف كلية عن طريق الله للخلاص. أما ضلالة بلعام فكلنا بنعرف هذه القصة الواردة في سفر العدد إصحاح 22 و 23 و 24 عن هذا النبي الكذاب الذي سبب القدر لشعب الله بالمشورة بتاعته الشيطانية، وهذا كله لأجل أجرة الإثم علشان ياخد أجر. نعم. مشاجرة قورح بنشوف فيها تمرد على موسى وهارون في سفر العدد الصح 16، تمرد على قيادة أو على كهنوت هارون. نعم. وتمرد على قيادة موسى للشعب.
وكان هذا حسب فكر الله، والله اللي كان قايل هذا الكلام لموسى، لكن اعترض عليه قورح وجماعته. نعم. احنا نعرف كان مصيرهم ايه، ان الارض انفتحت وابتلعته احياء. امين. اشكرك جدا يا محبوب. حضرت القسيس فايق اذا معانا بنعمه الرب على الزوم جاهز. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا قسيس جون، شكرا على الفرصه الحلوه دي. الرب يباركك واشكرك لاجل المشاركه، وطبعا انا عارف حضرتك كمان مشغول جدا، لكن نشكر ربنا من اجل حضرتك. طيب قسيس، ايه اللي ممكن نقوله في هذا الموضوع لو سمحت بالبدايات، بس كمقدمه لو سمحت؟ يا في البدايه حط قسيس، عايز الفت النظر الى المقدمه اللي بيكتبها الرسول يهوذا هنا. نعم. من عدد 3 بيقول: إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. بعد كده بيقول: لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة. بعد كده بيتكلم طبعا عن قورح ودثان وأبيرام والآخرين وقايين. يهوذا كان عايز يكتب عن الخلاص، لكن الروح القدس ساقه أن يسجل هذه الكلمات عن الإيمان المسلم مرة للقديسين. ما هو هذا الإيمان المسلم مرة للقديسين؟ طبعا هنا مش بيتكلم عن الإيمان الخلاصي، لما جينا للرب يسوع المسيح وآمنا به ودانا الحياة الجديدة والخلاص والحياة الأبدية، لكن الإيمان هنا هو حقائق الإيمان الحق الواضح في الكتاب المقدس. الحقائق دي مثلا، أول كل شيء هو صحة وموثوقية وتاريخية وحرفية وسلطان الكتاب المقدس. كمان لاهوت المسيح ابن الله الحي، موته الكفاري وقيامته، صعوده ومجيئه، مجيئه الثاني، الخلاص بالنعمة عن طريق الإيمان، دي كلها حقائق إلهية، حقائق كتابية بنقرأ عنها في الكتاب المقدس. ولاحظ حضرتك أنا ذكرت أول واحدة، صحة وموثوقية وتاريخية وحرفية وسلطان الكتاب المقدس. ليه الكتاب المقدس نمرة واحد؟ كل الحقائق الإيمانية والتعليم المسيحي احنا أخذناه في الكتاب المقدس. نعم. في الكتاب المقدس. وهنا الرسول بيقول الإيمان المسلم مرة للقديسين، يعني سلموا القديسون كتبة الوحي المقدس، سلموه لينا مرة واحدة. في الترجمات الإنجليزية مثلا، بعض الترجمات بتقول the faith which was once for all delivered to the saints، سلم مرة واحدة لكل الأجيال. فده الإيمان المسيحي مسلم لينا مرة واحدة، فين؟ في الكتاب المقدس. yes. احنا نقرأ الكتاب المقدس هنا بيورينا أهمية موثوقية الكتاب المقدس وحرفية الكتاب المقدس. ليه أنا بقول حرفية الكتاب المقدس؟ بقول حرفية الكتاب المقدس لأن في ناس كتير بتاخد القصص التاريخية اللي حدثت حقا وفعلا في الكتاب المقدس وبتقول عنها دي قصص رمزية، allegories، قصص رمزية، زي مثلا سفر التكوين الأصحاحات 11 الأولى. نعم. بيقول عن آدم دي قصة رمزية مش قصة حقيقية. يبقى احنا عارفين ان قصة آدم فيها السقوط، ووعد الله بأن نسل المرأة سيسحق رأس الحية، فده هو بداية تاريخ الفداء. فأنا لو أنكرت تاريخية وصحة وحرفية قصة آدم، أنا بحدم قصة الفداء
مجيء المسيح وموته الكفاري عننا بهدمها من أساسها. فالكتاب المقدس الحقيقة مهم جدا أننا ناخد تاريخيته بحرفية. هنا الرسول يهوذا مثلا بيقول عن أخنوخ، أخنوخ السابع من آدم، هو السابع من آدم، دي قصة حقيقية. الإيمان المسلم مرة للقديسين مهم جدا أننا ننتبه ليه علشان نتجنب الضلالات الكثيرة التي دخلت منذ أيام الرسل الذين سجلوا لنا الوحي المقدس، وحتى الآن، والآن حقيقة الآن زادت بزيادة كتير جدا الضلالات في العالم، خصوصا في وسط الكنيسة، دخلوا خلسة، دخلوا في وسط الكنيسة. رب يدينا نعم علشان ننتبه للحق الكتاب. أمين. ربي باكك أسيس، ربي باكك. معنا الأسيس الفاضل أيضا الأسيس ريمون سمير، أهلا وسهلا بحضرتك أسيس ريمون. رح ناخد من حضرتك مش بس التعليق الأول، رح ناخد منك المكالمة الأولى وتشرح لنا شوية بالبدايات، يعني إذا بتحب تقول مقدمة قصيرة، لكن بهمنا كمان ندخل في لب الموضوع اللي هو ما هو طريق قايين في البدايات، بس مع مقدمة قصيرة لو سمحت. تفضل يا محبوب، أهلا وسهلا بحضرتك. سلام وبركات أسيس. سلام سلام وبركات. سلامي وسلامي للأسيس هنري والأسيس فايق، ونشكر الرب من أجلكم جميعا. الله يباركك. الرب شغلني جدا بالعنوان الجميل اللي دايما بتحطه حضرتك أسيس جون، ودايما بيفتح عينين الناس وبيسألوا بيقصدوا إيه بالثلاث حاجات، والطريق قايين وضلالة بلعام ومفاجرة كورح. وهنا زي ما كان حضرة الأسيس فايق بيتكلم وحضرة الأسيس هنري بيتكلموا عن إزاي نجتهد، وكلمة نجتهد ودي جمال الكلمة، أن تجتهد لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأن في الوقت ده كان الرسول يهوذا لما أرسل هذه الرسالة كان هدفه أنه يحارب الارتداد، لأن كان فيه بدع كثيرة بتحارب الكنيسة في الوقت ده. لكن لو نيجي للآية المفتاحية اللي هي في عدد 11 من رسالة يهوذا، ويل لهم، بيتكلم عن طبيعة الناس اللي كان بيوصف حالتهم إنهم بيفترون على ما لا يعلمون، وإنهم أيضا كانوا بيجتهدوا إنهم يدخلوا خلسة وكانوا بيفسدوا في الإيمان، فهم مفسدون. فبيقول هنا ويل لهم لأنهم سلفوا طريق قايين. نمسك كلمة أولا، ما هو طريق قايين؟ ولو قلنا طريق قايين هنا بيتكلم عن طريق قايين هي صورة الديانة الكاذبة، لأن قايين خد الطريق الأسهل اللي هو بعيد عن الطريق اللي كان موضوع أنه بدون سفك دم لم تحدث مغفرة. فكان بدل ما يقدم الذبيحة ذبيحة حيوانية، لكن قدم من ثمار الأرض من مجهوده الشخصي، وكأنه بيعلم طريق جديد. عشان كده بيقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين، عمل طريق جديد وعايز يقول في طريق تاني كده أنا هعمله. وكان من المفترض من وجهة نظر قايين في الوقت ده أن ربنا يقبل الطريق التاني، مع أن ربنا وضح بشكل واضح في آدم لما عمل الذبيحة وكسى آدم وحواء من حتى من جلد الذبيحة، وكأنه بيعلن أن ما فيش إلا طريق واحد ولا طريقة واحدة بس، إلا تقديم الذبيحة هي تقديم ذبايح حيوانية وليست ذبايح من ثمار الأرض. لكن هو كان بيعلن هنا عن أعماله، عن طريقته هو، عن طرقه هو. وللأسف هذه المدرسة ما زالت بتخرج ناس إلى هذا اليوم، إن يكون الخلاص عن طريق أعمالنا، عن طريق قدرتنا، عن طريق إمكانياتنا. فدي أول جزء اللي هو سلكوا طريق قايين. لكن لما بيخش تاني لإنصبوا إلى ضلالة بلعام، فإن كانت طريق قايين هو صورة الديانة الكاذبة، فضلالة بلعام هي صورة الخدمة الكاذبة، الخدمة اللي هي أساسها التربح المالي. فكان في الأساس كان هدف بلعام إنه بياخد كان مفروض، والقصة دي ذكرت إنه بياخد فلوس عشان يلعن الشعب، وذكرت في سفر العدد 22 وموجودة لحد 31. وكان هدفه إنه ياخد فلوس عشان يلعن الشعب، وكان لكن للأسف بالرغم من كده إنه الرب تدخل ولم يحدث، إنه لم يلعن الشعب بل بارك هذا الشعب. لكن لما بيتكلم بيقول عن إن انصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وكلمة انصبوا في اليونانية كأن إناء اتكسر
ونصب منه كل ما فيه بسرعه. فكانوا ابتدأوا بالسلوك انهم مشوا في طريق، لكن انحدروا انحدار سريع الى ضلاله بالعام، وهي محبه المال، وهي الخدمه من اجل المال، وهي الخدمه من اجل الشهره، والخدمه من اجل امور كثيره لا تمجد الرب. واصبح ايضا هذا طريق تخرج منه مدارس كثيره، ويخرج منه طلبه وتلاميذ كثيرين الى هذا اليوم. وبعد كده وصل لكلمة مشجرة كورح، وذكر في سفر العدد 16 عن مشجرة كورح أنهم رفضوا موسى ورفضوا هارون، وحصلت مشجرة وكانوا رفضين موسى وهارون، ولكن الرب أثبت لهم بشكل أو بآخر أن موسى وهارون هم اللي هم أنا اللي عينتهم أو أنا اللي أوجدتهم. لكن بيقول هنا هلكوا في مشجرة كورح. فمشجرة كورح هنا العبادة الكاذبة، أو عبادة كاذبة، لأنه أنا رافض حاجة معينة الرب عملها، وعايز أطلع شكل معين وطريقة معينة أنا أعبد بيها أو أقدم بيها أنا الذبيحة، لأنهم كانوا عايزين هم من سبط لاوي، وكانوا عايزين هم اللي ياخدوا مكان موسى ومكان هارون عشان يقدموا الذبائح. فالكان طريق قايين هو صورة الديانة الكاذبة، ضلالة بالعام هي صورة الخدمة الكاذبة، ومشجرة كورح هي صورة العبادة الكاذبة. طريق قايين هي مدرسة الأعمال، وضلالة بالعال هي التربح من الخدمة، ومشجرة كورح هي المشجرة من أجل السلطة، ومن أجل أن أنا أكون لي دور معين وسلطة معينة في العبادة. ربي باكك، شكرا جزيلا. طيب نتابع مع حضرتك بعد قليل لو سمحت. ربي باكك. فأنا رح بقرأ أسيس الجزء من هذه الرسالة، رسالة يهوذا، وهو ليس الأسخريوطي، هو أحد القديسين الأوائل، وطبعا بيقول كتاب مقدس برسالة يهوذا، وهو طبعا الرسالة هذه إصحاح واحد. عفوا، طبعا هو بيقول بالبداية يهوذا عبد يسوع المسيح، وهذه إشارات على أنه الكنيسة الأولى كانت تتعبد للمسيح، تتعبد للمسيح وبيعتبروه فعلا هو الرب الإله الذي ظهر في الجسد. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. ودي علامة أنه محفوظين ليسوع المسيح، أنه المسيح هو الله، وإلا كيف بدي يكون أنا محفوظ لفلان وفلان؟ أنا محفوظ لله كإنسان في الأبدية يعني. فبيقول لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة، وبعدين للاختصار بيتكلم عن كيف حالة الشعب، كيف كان الرب خلصهم من مصر بعدد 5. بيقول فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة، أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. وكأنه هون عم بيقولوا أنه موضوع الإيمان موضوع هو أساسي راسخ، بدون الإيمان لا يمكن إرضاء الله. وبيقول والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الله، يعني إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبيتكلم عن هلاك سدوم وعمورة وإلى ما هنالك. بيوصل للنقطة اللي نحن بدنا إياها للاختصار بآية رقم 11، بيقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. ومثل ما سمعنا من أحبائنا، ناس كتير في العالم يسلكون هذا الطريق، وهذا الطريق من يسلكه ويل له. وسنسمع من الأسيس هنري لماذا ويل لمن يسلك هذا الطريق. وبعدين بيقول وانصبوا إلى ضلالة بلعام. بلعام نبي طماع، استأجروا أحد ملوك المؤابيين حتى يلعن شعب الرب اللي خارج من أرض مصر بعد ما هربوا من فرعون والرب نجاهم. وطبعا هو كان بده يحمل ضميره، الرب قال له هذا الشعب هو لي وما تلعنه، لكن حاول بشتى الطرق أنه يقدر يوصل لعنة أو هلاك لهذا الشعب لحتى يرضي الملك والملك يعطيه هدية. وهذه كانت كارثة كبيرة كبيرة، وطبعا رجع مات بحد السيف. وبعدين بيقول وهلكوا في مشاجرة قورح. وأنا رح أوقف هون قليلا، بعدين إذا صار معنا شوية وقت بنقرأ من باقي الرسالة قليلا قليلا. تفضل يا محبوب، إيه رأي حضرتك؟ عايز أبدأ بطريق قايين. نعم، نفهم شوية، نوسع في موضوع طريق قايين هذا. آدم لما أخطأ وقع في الخطية والشر، زي ما بنشوف في الكتاب المقدس
ان هو وجد نفسه عريان. نعم. واكتشف ان هو عريان هو وحواء. نعم. وشاف ان الرب علشان يستر عريه ذبح ذبيحة دموية واخذ الجلد وصنع لهم قمصانا وستر بيها عريهم. نعم. وانا بعتقد ان ادم بعد ما خرج من الجنة وخلف قايين وهابيل قال لهم هذه القصة كيف ان الرب ستر عريه عن طريق الذبيح. وفهمهم ان محدش يقدر يقرب الى الله والرب يستره من عريه الا عن طريق الذبيح. يعني العري هو بسبب الخطيه، اشاره للخطيه، اظهار للخطيه. نعم. والشر والذبيحه هي ذبيحه المسيح اللي لبستنا بر الله نفسه مجانا بدون اي مجهود. نعم. فحكى لاولاده هذا الكلام. ادم حكى لاولاده قايين وهابيل هذا الكلام. نعم. فلما حبوا يقتربوا هم بقى الى الله قايين اللي بدا فاصدر بطريق الرب او الطريقه اللي ابوه قال له عنها علشان يقترب الى الله عن طريق الذبيحه الدمويه، وقال انا هقدم من افخر ما عندي من الثمار. طبعا اي واحد بيفكر بالعقل كده يقول طب ما كويس بيقدم احسن حاجه وعم يضحي. انتوا عايزين اكتر من كده؟ وعامل تعبان الرجال ده بعرق جبين، ده جايبها بعد تعب، الزراعه دي مش سهله. يس. وانتظر قد ايه عشان ياخد الثمره دي؟ تعب كتير. واللي بربي الخروف بيركض وراه شويه، طبعا في تعب بس مش زي بينام ويصحى ويقوم ويلاقي الخروف كبر ويدي اللحم والصوف بمجهود مش زي الفلاح. نعم. فراح يقدم. بينما هابيل، انا بتخيل ان هابيل راح لقايين يقول له انت بتعمل ايه يا قايين؟ ده ابونا ادم قال ان احنا لازم نذبح ذبيحه وتكون ذبيحه دمويه علشان نقترب الى الله. قال له لا يا عمي، انا رايي ان اللي انا بعمله صح وشايف طريقي ان ده هو الطريق المستقيم الصح. وقصة ذبيحة انك تذبح حمل دي امر بايخ يعني. فهابيل راح وتمم زي ما سمع من ابوه وذبح الذبيحة لانه ادم شاف. أيوة. ادم اختبر الموضوع من الاختبار عم يتكلم. وصدق في كلام ابوه، صدق في كلام الله ان هذا هو الطريق الصحيح للوصول الى الله. عشان كده الرب قبل تقدمة هابيل او ذبيحة هابيل ولم يقبل تقدمة قايين. طب سؤال قبل ما ننسى الموضوع لانه ده نقطة مهمة. أيوة. الكتاب ما دون انه ادم لما طلع من الجنة ابتدى يمارس هيدي الامور، قال لولاده شو صار فيه بالجنة، انه الرب ستر عريهما بأقمصة من جلد. أيوة. بس الكتاب حالا قفز وخبرنا عن قايين وهابيل. أيوة. ما قالناش انه كان ادم عفوا عم بمارس هيدي الفريضة او هذا التدبير خلينا نسميه انه يعمل ذبائح. اكيد بيكون عم يعمل ذبائح. اكيد اكيد طبعا. وبالتالي قايين مش قصة بس خبروا ابوه انه الله شاف ابوه بيمارس عم بيمارس هيدي بيمارس هذا علشان يقترب الى الله. يس. فشاف هذا واقتنع به وامن به. فهابيل قبلت ذبيحته
لأنها رمز الشخص المسيح. نعم. شوف ما فيش أي عبادة نقدر نقدمها لله بدون المسيح وتقبل. وده أمر حقيقي يغيظ البعض أو الكثيرين اللي ممكن عم يسمعونا من خلفيات مختلفة، وهذا تحدي مش تحدي لمين بيربح الجولة، لكن هذا يعني تحدي إلهي للإنسان. بدك تخلص في هذا التدبير، إذا بدك تعمل مثل قايين وتعند أنت خسران، لأن الكتاب المقدس بيقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. اللي بيسلك بطريق قايين راحت عليه وحقيقة. وإذا مش مصدق اسأل الله مباشرة، قل له يا رب عم بسمع هالكلام وهذا كلام شوي غريب وأنا ما عندي هيدي القناعات، ماذا تقول يا رب بهذا الشأن؟ والله بيساعدك، الله بيكشف لك. نعم. فحضرتك شفت إن لم تقبل تقدمة قايين حتى إن هو اغتاظ. نعم. ده أنا مقدم لك أفخر ما عندي، ده مقدم لك مجهوداتي. عايز أقول لك حاجة آخر مشاهد، الله مش عايز مجهودات. نعم. لا يقبل خلاص عن طريق المجهودات البشرية، لكن يقبل خلاص مؤسس على عمل المسيح على الصليب. يعني فينا نربطها بالآية اللي بيقول لك لما بيقول الرب للكهنة أنه أنت ما بتلبسش صوف، أنتوا عم تخدم لبني هارون الكهنة. البعض فسرها أنه الصوف إشارة أنه بيعرق وإشارة للعرق وللمجهود، لكن الموضوع مش موضوع مجهود شخصي، الموضوع عمل المسيح اللي هو جاهد جدا واحتمل الألام لأجلنا. أيوة، وقدم خلاص مجاني. هو دفع الثمن له المجد. بالضبط. آمين. هو شال الشيلة كلها وعمل العملية كلها. لغاية النهاردة يا سيس جون ناس ماشية في طريق قايين. نعم. هذا طريق الأعمال. نعم. وأنه هو هيخلص بأعمال بطيبة قلبه بصومه بصلاته بتقدماته، دي كفاية جدا، يعمل اللي يعمله وبعدين يمشي بمزاجه. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. حلو الصوم، حلو الصلاة، حلو التقدمة، دي علاقة حلوة مع الله. بس لازم الأول أخذ خلاص المجاني من الرب بالإيمان، بالإيمان، وبعدين بقى أصوم وأصلي وأعمل اللي أنا عايزه يبقى مقبولة. آمين آمين. طيب يمكن إذا لقينا أنه في فرصة بعدين، أو ممكن الأحبة يعني يتكلموا عن الموضوع ده. أنه ربنا أعطى فرصة لقايين ما ظلموش لأنه يتكلم معه. طيب. حذر. آمين. طيب أسيس فايق ربي باركك، بتحب تضيف على الموضوع شوية، وكمان بالذات أنه ربنا رائع جدا ومبارك جدا ومحب جدا وأعطى فرصة لهذا المتمرد قايين، كما أنه يعطي فرصة للملايين حاليا ولا زال يعطي وأعطى في الماضي، أنه إن أحسنت أفلا رفع في، رح برفعك بس أعمل ما هو حسن. تفضل يا محبوب. شكرا. الفكرة اللي ذكرتها في الأول يا حبيب أسيس، إن آدم، الكتاب المقدس ما قالش لينا إن آدم مارس تقديم الذبائح. هو أكيد 100% آدم مارس تقديم الذبائح، بس الكتاب المقدس لم يذكر كل شيء. لأن زي مثلا لما بيقول الرسول يهوذا هنا تنبأ أخنوخ السابع من آدم عن هؤلاء قائلا إن جاء الرب في ربوات قديسين يصنع دينونة. لما نرجع لسفر التكوين أصحاح 5 لما بيتكلم عن أخنوخ، في سفر التكوين ما بيقولش إن أخنوخ قال هذه النبوة. yes. مع إن أخنوخ قالها، جاء الرب في ربوات قديسين، يعني لم يذكر كل شيء. الكتاب المقدس لم يذكر كل شيء. نعم. لكن في الحقيقة أكيد آدم قدم ذبائح، وأكيد آدم علم أولاده عن تقديم الذبائح. لما بيقول في رسالة العبرانيين أصحاح 11 عن هابيل، بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين. نعم. إزاي بالإيمان؟ إزاي قالوا الإيمان؟ الرسول بيقول في رسالة رومية أصحاح 10 إن الإيمان بالخبر، والخبر بكلمة الله. بس أكيد هو سمع كلمة الله وشافها،
سمع من أبوه آدم أن الله كسى عريهما عن طريق تقديم ذبيحة وصنع لهم أقمصة من هذه الذبيحة وكساهم. وأكيد شاف آدم بيقدم الذبائح. عايز أقول هنا بنعمة المسيح أن العالم كله فيه ديانتين اثنين، ديانة قايين وديانة هابيل. ديانتين اثنين ما فيش غيرهم. ديانة قايين تمثل كل الديانات البشرية، حتى الديانات الوثنية، حتى المسيحية الإسمية اللي بيسموا أنفسهم مسيحيين لكن هم في الحقيقة مش مسيحيين. كل الديانات اللي بتنادي إن الخلاص هو عن طريق الأعمال دي ديانة واحدة كلهم. الديانة الثانية هي ديانة ديانة هابيل، وهي ديانة الإيمان بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم، هو عطية الله. إن آمنت بقلبك، إن آمنت بقلبك بالرب يسوع المسيح واعترفت إن الله أقامه من الأموات خلصت. المهم إن الإنسان يؤمن بعمل الفداء الذي أتمه الرب يسوع المسيح. هي دي ديانة هابيل، ديانة الإيمان والثقة في طريق الله وما عمله الله لخلاص الإنسان. الله قال لآدم لما تكلم لحواء وقال إن نسل المرأة سيسحق رأس الحية. طبعا آدم سمع هذه الكلمات وعرف إن نسل المرأة هيسحق رأس الحية. مين نسل المرأة؟ لما حواء جابت أول ابن ليها اللي هو قايين قالت هو ده، طلع مش هو، ففهمت إن نسل المرأة هي وآدم فهموا إن نسل المرأة لسه هيجي، هو ده اللي هيسحق رأس الحية. هيسحق رأس الحية إزاي؟ عن طريق إن الحية تسحق عقبه، يعني هموت، هيقدم نفسه ذبيحة. فآدم علم أولاده الاثنين قايين وهابيل إن الديانة الحقيقية إنك تقترب إلى الله عن طريق الطريق اللي رسمه هو، مش اللي يرسمه البشر، الطريق اللي رسمه الله، وهو طريق الإيمان بالرب يسوع المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا وتسليم الحياة لي. الناس اللي ما بيقبلوش هذه الديانة الحقيقية الوحيدة الصحيحة اللي فيها قال الرب يسوع المسيح لكل المجد أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. اللي ما يقبلش المسيح وموت المسيح الكفاري ويحاول يخلص نفسه بنفسه وبأعماله البشرية، ده بيزدري بدم المسيح وبيدوس دم المسيح برجليه زي ما بيقول الرسول في العبرانيين أصحاح 10. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. الرسول بولس بيقول في رسالة فيليبي أصحاح 3 لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكين وهم أعداء صليب المسيح. من هم أعداء صليب المسيح دول؟ أعداء صليب المسيح اللي ما بيقبلوش الخلاص عن طريق صليب المسيح أو المقدم لينا عن طريق صليب المسيح. لما أقول صليب المسيح ما أقصدش شارة الصليب أو رسمة الصليب ولا الخشبة اللي بنمسكها، طبعا إحنا بنفتخر بالصليب وبشارة الصليب، لكن المقصود عمل المسيح في الصليب، موته الكفاري. اللي ما يقبلش عمل المسيح والخلاص عن طريق
موت المسيح الكفاري ده من ضمن أعداء صليب المسيح. فالمهم أن الإنسان يقبل الطريق الذي رسمه الله لنا. في طرق كتير في العالم وفي ديانات كتير وحتى داخل المسيحية الإسمية ديانات، لكن هو في دين واحد وفي طريق واحد للوصول إلى الله وللخلاص، وهو عن طريق الرب يسوع المسيح لكل الناس. آمين آمين. الرب يباركك يا محبوب، أشكرك جدا. طيب أسيس، يعني بدي أحكي كلمة بمعناها، بحسب رسالة غلاطيا بطرس الرسول كان عم بيجرب في البدايات إنه يساير بني إسرائيل اللي هم كانوا يهود صاروا مسيحيين بس لازالوا متمسكين بناموس موسى. فهيدي كانت بوادر الإيمان المسيحي اللي لازم كان يتعدل عليه. يعني كان بعضهم جايين عندهم فكر موسوي، شريعة موسى، وبيقول لك لما جاء قوم من عند يعقوب من أورشليم، ويعقوب كان رجل يهودي حافظ الشريعة بس صار مسيحي. فبطرس بمنطقة أنطاكية ابتدى يتراجع شوية وما يأكلش مع الأمم اللي صاروا مسيحيين. فأساس أنه مش لازم يكون في شركة بين اليهودي والأممي بحسب الشريعة القديمة. هو أنه عم بيساير مش من باب أنه هو مقتنع، بس هو عم بيساير حتى ما يعمل مشكلة. فقام بولس بيقول، بولس الرسول بيقول أنا لما رأيت هذا وبخته وجهته، يعني وبخته مواجهة لأنه كان ملوما. وبقول حتى برنابا جرب يساير في الموقف من قادة لريائهم بحسب غلاطية. فبعدين بولس الرسول بيقول هالعبارة الحلوة اللي بتساعدنا بذات موضوعنا، وأنا بصلي من كل قلبي إنه كل مسيحي عم يسمعني إذا عنده أي شوية أعتب على الفكر اللي عم ينطرح راجع كتابك. ماذا يقول بولس الرسول لبطرس وللمجموعة اللي كانوا عم بيتراجعوا وما بدهم يأكلوا مع الأمم وبدهم يحافظوا على فكرة شريعة موسى بس مع الإيمان بالمسيح؟ بيقول مثلا بولس لبطرس بيقول له: قلت لبطرس قدام الجميع، إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا، يعني أنت متحرر من فكرة الشريعة الموسوية لأنك صرت في المسيح، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ ليش عم تجبر الناس اللي من خلفية غير يهودية أن يصيروا يهود؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاط، باعتبار الشريعة كانت تعتبر أنه الشخص المختون واللي كان عن شريعة موسى هو مؤمن. فبيقول له: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد، أي لا يتبرر إنسان ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح، وهي نقطة كتير مهمة للمسيحيين، فإن كنا طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. ليه؟ بيقول لك: أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته، يعني ترك الفكر الموسوي والتبرر بالطقوس والأعمال، ترك، إذا رجع لهذا الذي هدمه معناته عم يعمل مشكلة كبيرة لنفسه. بيقول لك: فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا، عم برجع للماضي ولشريعة موسى وللطقوس والفرائض اللي الرب رفضها. بيقول: لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله، مع المسيح صلبت طبعا بالإيمان، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله كابن المسيح كابن الإنسان الممجد أيضا بس كان على الأرض كان عايش بالإيمان، الذي المسيح الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر، يعني في تبرير بشريعة موسى، فالمسيح إذن مات بلا سبب. أنا طولت عليك معلش سامحني، بس كان كتير مهم أني أربط الفكرة مع بعضها. إيه رأيك في الموضوع ده؟ لأنه قايين رفض كل موضوع الذبيحة، بس المسيحي حاليا بيقولك أنا مش رافض بس أنا بدي أدمج قانون الأعمال مع الإيمان. تفضل. ما بينفعش. نعم.
ما بينفعش دمج الاثنين مع بعض. لو دمجت أعمالي مع عمل المسيح الكفاري، هذا معناه أن عمل المسيح غير كافي، غير كافي، وأنا بكمله له، وده خطأ كبير جدا في حق المسيح وفي حق الرب، أن عمله غير كامل أو غير كافي ومحتاج لأعمالي علشان أكمله. نعم. فهذا خطأ شنيع. وعايز أقول الإيمان، الإيمان بذرة والأعمال ثمرة، فكيف أحصل على الثمرة قبل أن أزرع البذرة؟ مظبوط. فإذا بتبرر بالمسيح، أيوة. بس علي أن أعيش الحياة العملية الصالحة كبرهان أنني في المسيح، بس مش حتى أخذ خلاص المسيح، لا. بل لأني قد حصلت مخلوقين في المسيح يسوع. يبقى الأول خلقنا خليقة جديدة في المسيح يسوع لأعمال إيه؟ صالحة، صالحة قد أعدها الله لكي نسلك فيه. قد سبق الله وأعدها لنسلك. أي مسؤولين. نعم. كمخلصين نحن نظهر أعمال صالحة، نمشي في برنامج معد لنا. أيوة. فإذا أنا مش عم بمشي بالبرنامج تأخلص، عم نعم. بمشي بالبرنامج لأني مخلص بنعمة المسيح. مزبوط كان. واضحة. واضحة جدا. آمين آمين. بتحب تضيف نقطة معينة يا أمة؟ نعم. أسيس جون. نعم. زي ما قال الأسيس هنري هنا اقتبس من أفسس، لأن بعد ما بيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، يقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة. نعم. يعني إحنا بنخلص بالنعمة، لكن بعد كده السلوك مهم. نعم. لما بيتكلم حضرتك في الجزء اللي قريته في رسالة غلاطيا، إننا متنا موت للناموس، وكمان بيقول نفس الفكرة في روميا أصحاح 7، إحنا متنا للناموس وعن نعم. الناموس. نعم. إحنا متنا عن الناموس، طقوس الناموس، يعني نتكلم عن الأكل. بطرس كان بيأخر عن الأكل مع الأمم، بيتكلم عن الختان، طقوس الناموس متنا عنها. أما الوصايا المرتبطة بالأخلاقيات، حفظ وصايا الله المرتبطة بالسلوك، السلوك المسيحي، نحن نتممها. بس نحن لا نتمم هذه الوصايا لكي نخلص، لأننا لا نستطيع. لا نستطيع أن نتمم الوصايا لكي نخلص، لكننا نستطيع بالنعمة أن نتمم الوصايا الأخلاقية. من ذواتنا ما نقدرش، من أنفسنا ما نقدرش نتمم الوصايا. نعم. لكن زي ما بيقول الرسول في روميا، بالنعمة نثبت الناموس. احنا مش بنلغي الناموس خالص، وصايا الناموس، لكن بالنعمة بنقدر نعيش وصايا الله المرتبطة بالأخلاقيات والسلوك المسيحي اللي بيظهر المسيح في حياتنا. لكن الناموس الطقسي احنا متنا بالكامل عنه، وكل الناموس بكل وصاياه متنا عنه من جهة الخلاص به، لأننا لا نستطيع أن نخلص بالناموس، لكننا نخلص بالنعمة، وبعد ذلك نستطيع أن نثبت الناموس، أي نعيش وصايا الله. أشكرك جدا، ربي يباركك. أسيس ريمون، حضرتك لسه معنا على الخط، معلش نحن عم نأخذ منك المكالمة الثانية. أنا بدي أقرأ قراءة بتدعم الفكر الذي يثبت أنه لازم يتم فينا حكم الناموس، وبالتالي تم فينا حكم الناموس بموت المسيح الذي دفع أجرة خطايانا وجعلنا خليقة جديدة في المسيح. وبالتالي بما أنه تم فينا حكم الناموس، نحن نحيا حياة جديدة على أساس الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لهذا يقول بولس الرسول، أسيس ريمون لو سمحت تابع معي برومية 8 العدد الأول، بيقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لما منقول للناس انه ما بقى عليك دينوني اذا صرت خليقة جديدة في المسيح، بيقول لك انت عم بتجدف، وهذا كلام ما بتقوله الا لما تموت وبتعرف حالك اذا طالع على السماء او نازل على الجحيم. لكن الكتاب المقدس بيقول لا شيء من الدينونة الان
مش بعدين. ولما قال لا شيء ما قالش لا دينونة، لأنه لو قال لا دينونة يمكن جينا واحد يقلنا إيه لا دينونة بس في بعض الأشياء عليك تدفعها، لكن كونه الكتاب المقدس بيقول إذا لا شيء من الدينونة ولا شيء خالص، لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. ليش؟ لأنه بيقلك لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. المسيح هو عمل العمل، بيقول لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه، الناموس ما كان في خلصني، ما بقدر أخلص بالناموس، لأن ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، أخذ جسدنا أوكي، ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، ماذا؟ بعدين بيقول لكي يتم حكم الناموس فينا نحن الذين ليس السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فياريت نشد شوية على هالموضوع بعدين ننتقل مع الأسيس هنري للنقطة الثانية أحسن، لأنه أخذنا كثير وقت بموضوع قايين. إيه اللي بتحب تقوله أسيس بهذا الموضوع؟ النقطة الجميلة والرائعة لما بيبتدي في رومية 8 إذ لا شيء من الدينونة الآن، وكلمة الآن يعني خلاص تم هذا العمل لكل شخص قبل الرب يسوع مخلص وفادي الحياة على الذين هم، وبيؤكد إنهم في المسيح، مش بس بيسمعوا عن المسيح، مش بس بيعرفوا المسيح، مش بس بيروحوا الكنائس، مش بس ليهم أعمال بيعملوها في أصوام أو أمور معينة، لكن في المسيح قبلوا المسيح مخلص وفادي حياتهم على حساب نعمة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. وهنا بيؤكد أمر مهم قوي، وإن كان الإيمان هو اللي بيؤكد أنه من خلال بر المسيح، فإن الأعمال هي اللي بتؤكد برهان لهذا الإيمان. نعم. عشان كده بيقول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. الناس دي هنعرفهم وهيكون بيبرهن إيمانهم بأنهم سالكين حسب الروح وليس حسب الجسد، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطية والموت. إن ناموس الخطية أو الناموس بتاع العهد القديم كان بيوضح لي أكتر الخطية، ودايما بدل ما كان بيخليني أقدر أتخلص من الخطية لكن بيخليني أقدر أغوص وأعرف إن أنا خاطي وأعرف إن أنا ما عنديش طريق، لكن جه المسيح بنعمته اعتقني من هذا الناموس. إذن لما بيتكلم هنا إنهم سلكوا طريق قايين، إنه الرب النهاردة بيوضح لكل واحد فينا أو لكل حد بيسمعنا إن في ناس كتيرة هياخدوا طريق الأعمال وهيفهموا إن هو ده الطريق الوحيد أو الطريق اللي هيقدر يوصلهم للخلاص، وهيكتروا من الأصوام وهيكتروا من الأمور البشرية والأعمال البشرية ظنا منهم، زي ما قال أحد الأحباء تقريبا السيس هنري، انه قال انه كل الديانات تقريبا او معظم الديانات كلها بتتبع طريق قايين، كل الديانات الاخرى بتتبع طريق الجسد، كل ما تشتغل اكتر، كل ما تعمل اعمال اكتر، كل ما تقدم اكتر، كل ما تقدم اصوام اكتر، كل ما يكون ليك علاقات اكتر بالالهة بتاعتك وليك دور اكتر في العمل اللي انت بتعمله تجاه الاله بتاعك، كل ما هتكون ليك خلاص أو حسناتك هتبقى أكتر من سيئاتك وهيطب الكفة بتاعتك. ودي كل الأفكار عن الديانات الوضعية أو الديانات الموجودة غير المسيحية، لكن المسيح حط طريق واحد بس، إنه ليس بأحد غيره الخلاص، إن إحنا بالخلاص بالنعمة على حساب دم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، ليس من أعمال كي لا يفلح الأحد. لأنه لو كلنا هنعمل أعمال أو في أعمال معينة هنقدر نقدمها عشان هناخد الخلاص، هنبقى كل واحد هيفتخر بقدرته على تقديم هذا العمل وعلى الأعمال اللي بيقدمها. لكن أول حاجة في آية 11 بيقول ويل لهم، وهنا كان في تدرج للارتداد. وأنا عايز أدخل على الجزء الثاني بسرعة، إن كان هم هنا في الجزء ده بيقول ويل لهم، لو رجعنا لآية 4 بيقول عن الناس دي بيوصفهم بيقولوا إنهم دخلوا خلسة، إناس قد كتبوا منذ القديم لهم الدينونة فجار. الحالة بتاعتهم إيه؟ بيقول يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع.
ففي شقين هنا، شق إيماني إنهم بينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح، أي إنكار الله، إنكار أن المسيح هو ابن الله، ودي تشمل أي هرطقة خاصة بلاهوت المسيح، والناس بتقول إن المسيح مش هو ابن الله، أو الناس اللي هي بتنكر أصلاً لاهوت المسيح، أو بتفصل ما بين ألوهية المسيح وإنه الأقنوم الثاني. وفي شق هنا سلوكي، الشق الإيماني بينكر السيد المسيح الله وربنا يسوع المسيح، وبعد كده الشق السلوكي بيقول إنهم فجار يحولون نعمة إلهنا إلى طعارة، استغلوا الحرية الإنجيل واستغلوا حرية الجسد بزعم إن دم المسيح يطهر من كل خطية، يبقى إذا نعمل اللي إحنا عايزينه ونشتغل ونعمل كل الأمور ديت. وكانت البدعة ديت بيواجهها أيضا بولس الرسول زي بدعة الغنوسية، إنه كانوا يقولوا إنه نعمل اللي كلنا عايزينه، وإن الجسد يعمل اللي هو عايزه، أما الروح فتسمو مع خالقها. فهنا في شق إيماني إنهم تركوا الإيمان وتركوا ولم يقبلوا الرب يسوع وعملوا الكفاري وأنكروا السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. وفي شق تاني، شق سلوكي، إنهم فجار بيحولون نعمة الله، بدل ما بيستغلوا النعمة ديت على حساب دمك، إن إحنا بنخش أو بنقبل عمل الفدا على حساب دمك، عملوا العكس خالص، بيقولوا نعمل اللي كل اللي إحنا عايزينه، وعلى حساب هذه النعمة يبقى دم يسوع هيطهر من كل الخطايا اللي احنا بنعملها. فبدأوا يستبيحوا النجاسة ويستبيحوا الضعارة ويستبيحوا أمور كثيرة. عشان كده في آية 11 بيقول انه الارتداد ابتدى من حاجة، اول حاجة سلوك، تاني حاجة اندفاع، وكلمة انصبوا او اندفعوا او انسكبوا، وبعد كده هلاك. فالارتداد بيبتدي بشخص بيسلك فكرة غلط، إنه الخلاص عن طريق الأعمال أو يقدم على طريق عمله، بعد كده بيندفع في ضلالة معينة، فبدل ما بيمجد ربنا بيبدأ يمجد ذاته. وكلمة اندفع يعني انسكب بالدفاع أو انصبه أو انسكب بطريقة غير طبيعية. فبدل ما بيفكر إنه يمجد ربنا، وبدل ما يفكر إنه يعيش من أجل ربنا، وبدل ما يستخدم الخدمة دي لمجد ربنا، أصبحت من أجل أجرة ومن أجل مجده ومن أجل التربح، زي ما حصل. وهنا بيربطها ببلعام، لما انه بلاق ارسل لبلعام عشان يلعن الشعب. ناس كتيرة بدأت تخش المدرسة دي وتتخرج منها، انها مدرسة ضلالة بلعام، انهم يكونوا جوه الاجتماع وجوه الكنيسة ويكونوا بيخدموا، لكن كل الهدف مش مجد ربنا، لكن الهدف هو اجرة او التربح المالي. بعد كده بيوصل لأقل حاجة أو آخر حاجة، وهي الهلاك، لأنهم فعلا بنوا قرح، انفتحت الأرض أو انشقت الأرض وبلعتهم. وعايز يقول أن مصير هؤلاء بيبتدي بالسلوك، وبعد كده بيمشي في الارتداد بتاعهم، بيندفعوا باندفاع غير طبيعي، كالماء اللي انكسر أو كالقارورة اللي انكسر وانصب منها الماء، باندفاع غير طبيعي ناحية أنهم ما يمجدوش ربنا، ويستخدموا وجودهم في العمل الروحي من أجل أجرة ومن أجل مجدهم الشخصي، ثم تنتهي بهم الحالة للهلاك مثلما حدث مع بني قرح، وانفتح الأرض أصلا وبلعتهم. أشكرك جدا يا محبوب، الرب يباركك. معنا الأخت نهال، معلش تأخرت عليك شوي أسيس، بس الأخت نهال بقى لها فترة على التلفزيون. ربي باكك أخت نهال، أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء، اتفضلي. سلام ونعمة يا حضرة القسيس جون. سلام ونعمة بحضرتك، ربي باكك، وبالأبطال الثلاثة حضرات الأسس المباركين، القسيس هنري والقسيس فايق والقسيس ريمون. ربي يبارككم جميعا، وتعيشوا وتنادوا بالمبادئ الحقيقية للمسيحية، ولا كومبرومايز في الحق. والحقيقة أنا مش هزود أي تعليم، لكن السؤال اللي حضراتكم بتدوره يعني كل الحلقة، وأجزمتم بكل حزم إنه ما فيش خلاص إلا عن طريق يسوع المسيح ويسوع المسيح فقط، لكن للأسف إحنا سمعنا ضلالات كتيرة، ويمكن من قلب المسيحيين نفسهم، وهذا ما زاد الموضوع تعقيدا. والناس أصحاب هذه الضلالة بيعتمدوا على آية في أعمال 17 وعدد 35،
اللي بتقول بل في كل أمة الذي يتقيه أي يتقي الرب ويصنع البر مقبول عنده. فحضرة الأسيس فايق قال بحصر اللفظ أن الديانة الحقيقية الوحيدة الصحيحة هي أنك تروح لله عن طريق البروتوكول اللي حطه الله وهو يسوع المسيح، وإلا تبقى بتزدري بروح النعمة وبترفض دم يسوع. لكن أهي الآية بتقول من كل أمة من أي دين، يهودي بوذي مسلم إلى آخره، لو صنعت البر الله هيقبلك. ومش كده وبس، معلش سامحوني، حتى حدة الخلاص والأعمال ده أمر اختلف فيه المسيحيون نفسهم باختلاف عقائدهم أو طوائفهم. فأنا بصراحة صعبان عليا كل باحث مخلص عن الحق أروح كده ولا أروح كده، أعمل لأخلص ولا أخلص لأعمل. فلو إجابة حضراتكم الكتاب بيقول كذا وكذا، برضو هرد عليكم بلسان المشوشين هيقولوا كده، طب ما نفس الكتاب اللي حضراتكم بتقولوا لنا منه موجود مع الآخرين أيضا. فحد قال لي أنا هعبد الله بطريقتي وهتقيه بطريقتي وهقبل طبعا صليب المسيح، لكن ماليش دعوة بكل المجادلات دي. فإيه رأي حضراتكم؟ هل هذا كافيا؟ أمين. والرب يبارك. الرب يباركك يا أختي، رائعة جدا، الرب يباركك. طيب يعني هذا السؤال مهم جدا، كل من يصنع البر مقبول عنده. أيوة. فكلمة يصنع مش 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 ما بتشير على كل من يؤمن بالموضوع ينال. فكلمة صنع يصنع برا، يعني أنا عم بصنع البر. طيب فيني أنا أربطها، بس قبل ما سلمك طرف الخيط، يعني لما قالوا الرب أنتم تبعتموني ليس لأنكم رأيتم آيات فآمنتم بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم، اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. قالوا طيب شو بنعمل؟ قال لهم تعملوا أنك تؤمن بالذي أرسله الآب الذي هو أرسله. إذن العمل صار هون شو؟ مش عمل تعمل أنك تؤمن بالمسيح وصنع البر. أنك بتوافق معي بهذا الموضوع ولا أنا عم أنا عايز أقول تشبيه بسيط، يعني لو أنا دلوقتي جبت لحضرتك تفاحة رائعة جدا، يعني ممتازة بدرجة أولى ما فيهاش أي عيب، بس إيدي مش نظيفة، إيدي قذر، يس، وبقدمها لحضرتك كده، أو خليني أقول لك إيدي ملوثة بدم واحد بتحبه أو واحد أنت خلقته بأي وسيلة، يس، يدي مش طاهرة مش نظيفة، نعم، وبقدمها لك من قلبي وبكل سرور ورائعة جدا وما فيش زيها، هتقبلها؟ هلا البعض بيقول لك اوكي بقبلها لانه انت من نية طيبة عم تعملها، والى ما بتعرف الناس في كل واحد عنده طريقة. لا ادم انا ايدي مش نظيفة، حضرتك مش هتقدر تاكلها، على الاقل هتاخدها تحطها جنبك لو مكسوف ان انت ترفضها منك. كمان نقطة حلوة، مش هتأكلها ولا تشبع بيها ولا تشبع قلبك، خاصة اذا انا شوية بقرف مقريف يعني عايز اقول لحضرتك لازم اللي بيقدم اعمال بر يكون تبرر اولا. لا بس 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 النقطة هون بحسب أعمال الرسل 17:35 كل من يصنع البر مقبولا عمه، لأنه بيقول لك له من كل أمة تتقيه وكل من يصنع البر مقبولا عنده. فهون صارت كأنه الأمم اللي مش عارفين حتى ببر المسيح هم يصنعون بر، كما الآية تبدو هكذا. يعني صنع البر هون كيف صار؟ ألا أستطيع أن أصنع برا إن لم أكن أنا مجددا وحاصلا على نعمة الله أولا؟ طيب فيني أخذها من باب تاني، أقول لحضرتك تفضل، مش في روميا 6 بيورينا إن الشخص اللي ما تقابلش مع المسيح ميت، دي آلة بتصنع شر، اسم ما عندوش بر. لكن المؤمن آلة برضه بس بتصنع ايه؟ بر. فمن اين يملك البعيد عن الله اللي ما يعرفش الله برا؟ طيب ليش تقول بطرس هالآية هيدي؟
هل فينا نقول انه المقصود فيها انه اي انسان عطشان تيعمل بر، ما هو الرب يسوع شو بيقول؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر. فالشخص اللي عم يعمل بنية نفسه، بنيته اللي هو بنيته ان انا عم بعمل شيء كويس، بس انا عطشان ان يكون مرضي امامك يا الله، لانه ضميري تعبان وانا قلبي مش مستريح. فبنظر الله انه هو عم بيحاول انه زي ما تقول يعمل ما هو اسمه، ما اسمه اعمال البر. لانه شعياء شو بيقول لك؟ بيقول لك لان كل اعمال برنا كثوب عده، ايوه، كخرقه نجسه. فاذا في شيء نظر الله، يس، فاذا في شيء اعمال اسمها اعمال بر، بس اذا الانسان ما كان عطشان لياخذ البر الحقيقي ساعتها مش رح يستفيد. اذا ممكن الناس تعمل اعمال البر اللي هي اعمال صالحه وغيره وغيره، بس مش مقبوله، الى ان يكون عم يعمل اعمال بر بس هو عطشان تياخذ البر الحقيقي الكامل. في مجال نقول كده؟ انا بعتقد ان لازم يكون هو اصلا بر في المسيح. لانه هو عم بيقول له من كل امه تتقين. أيوه. وكل من يصنع البر المسيح في كل امه. فاذا فينا نقول انه بطرس الرسول كان عم يتكلم مع كرنيليوس هذا الكلام، لانه هذا الكلام كمان ورد ب انا سوري الاخت قالت ب قالت ب 17، بس انا اتصور هي لازم تكون ب 10 اذا انا مش غلطان. عمل 10 لانه قالها بطرس لكرنيليوس، لانه بقول انا ارى ان الله لا يحاب الوجوه، بل له في كل امه تتقيه وكل من يصنع البر مقبولا عنده، بعمل 10. فكان عم يتكلم مع كرنيليوس كانه عم بيقول له لكرنيليوس ربنا بيحبك مثل ما بيحبنا. بص هقول لحضرتك، نعم، قبل كرنيليوس ما يتقابل مع بطرس، نعم، قدم لله اعمال بر وصلاح كتير صلاح، قال عليه شوية صفات مش موجودة في كنائس قوية هيدي. صدقني موجودة بس مش كتير. لكن قال له للأسف لازم تروح تستدعي. قال له يا كرنيليوس الملاك صلواتك وحسناتك وصدقاتك سعرت أمام الله تذكار، ولكن الآن لكي تخلص استدعي سمعان الملقب بطرس نازل عند رجل دباغ، هو يقول لك كلام به تخلص أنت وأهل بيتك. فإذا أنت بعدك مش مخلص، بس اللي عم تعمله حلو حل. فإذا فينا نقول هيدي الأعمال عم يعملوها حلوة، بس لازم يستدعوا أو لازم يقبلوا يسوع المسيح. لازم أمين أمين دي تحلت. طيب أمين. أسيس فايق الربي باكك، بتحب توضح لنا إياها شوي بعد كمان هذه النقطة؟ أيوة، بنعمة المسيح. فضل. أسيس جون، كلمة الله الكتاب المقدس لا يناقض بعضه أبدا. نعم، الكتاب المقدس منظومة في هارموني مع، نعم، بعض. نعم، لما بيقول في مزمور 14 53، نعم، ويقتبس الرسول في رومية 3، ليس من يعبد صلاحا ليس ولا واحد، ولا واحد. نعم. الجميع زاغوا وفسدوا معا. يعني ما حدش يقدر يصنع البر اطلاقا. نعم، ما حدش. يس، لكن زي ما قال الاساس هنري، لازم يكون مجدد اولا، لازم يكون اختبر اولا. بالنعمه انتم مخلصون بالايمان، وبعد كده نحن عمله مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة أعدها الله لكي نسلك فيها. يعني أعمال البر دي لا يمكن. هو في آيتين الحقيقة، في آيتان بالإضافة إلى الآية اللي قالتها الأخت دي في أعمال 10 عدد 35، بل في كل أمة الذي يتقيه واصنع البر مقبول عنده. وكمان بيستخدموا، حتى سمعت بعض الخدام يستخدموا آية تاني ويقولوا كل من يدعو باسم الرب يخلص. yes. كل من يدعو باسم الرب يخلص، ما بيقول يا رب وخلاص. رب يسوع بيقول ليس كل من يقول يا رب يدخل ملكوت السماوات. لازم نبص للآيات عن قرب شوية. كل من يدعو باسم الرب، اسم الرب مش مجرد اللفظة يسوع أو الرب، مش مجرد اللفظة بلفظها على لساني. اسم الرب معناها شخص الرب بكل صفاته، بلاهوته، بعمله الكفاري. ده الذي يدعو باسم الرب يخلص.
وهنا كل أمة تتقي، يتقي الله التقوى الحقيقية. ما هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد. فالذي يقبل الإيمان قبول حقيقي يستطيع أن يثمر أعمال البر. مش أي حد من أي. أنا أتخيل في مرة سمعنا كتير عن بيل جريم رجل الله العظيم، بيقول أنه قال أي حد من كل الديانات مدام يجي يبقى مقبول، يقول يا رب فيهم كلهم مقبولين. أنا متهيألي، أنا ما سمعتوش شخصيا، لكن متهيألي ممكن يكون هو كان، لأنه كان كبر في السن وتعب صحيا جدا، فممكن زلفة لسان ما قالهاش مضبوطة، ما قالش العبارات خرجت من فمه مضبوطة 100% كتابية. يا أسيس، حتى لو كان بيلي جراهام مين ما يقول يقول، لو كان عم بناقض كلمة الله كمان برضو ما بنقبلهاش. ما نقبلهاش. أنا بس ما أتخيلش إن نعم. بيلي جراهام بعقله الواعي يقول كلام زي كده. يمكن مش قصده كده، قصده يمكن إنه بتجي من كل مكان وبتقبل المسيح. لأن في ناس كتير بتقول إن هو بيلي جراهام قال. بيلي جراهام ما يقولش وهو واعي كلام خطأ أبدا. كلمة الله واضحة جدا. كل من يدعو باسم الرب، اسم الرب، اشرح اسم الرب. مش الآيات مش مشروحة في الكتاب المقدس. اسم الرب. الرسول بيفترض ان السامع فاهم الكلام، لان السامع في ذلك الوقت فاهم الكلام اللي بيقوله. ولما نقارن احنا لينا حاليا، نقارن الروحيات بالروحيات نفهم المعنى. كل من يدعو باسم الرب، اسم الرب، الرب يسوع المسيح. إن أمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك إن الله قام من الأموات، هذا الإيمان الحقيقي، مش مجرد ده بيقول يا رب وده بيقول يا الله. طيب الرب الحقيقي وصنع البر الذي هو زي ما حضرتك ذكرت عنده اشتياق. نعم. طوبى للعطاش والجياع إلى البر، لأنه مش عنده اشتياق أن يصنع البر. واحد زي كورنيليوس كان عايز بضمير صالح وبنية صافية عايز يعرف الله وبيصوم. الرب راح له وخلصه، مش كده؟ يس. راح له الرب، بعت له بطرس وقال له، بطرس شرح له كلمة الخلاص وخلص. أي حد من أبو شفنا بعنينا من ديانات أخرى كتير، واحد بيدور على الحق بس مش عارف، الرب بيروح له، الرب يسوع المسيح بيظهر له، الرب أحيانا يشفي المرض عنده وبيجيبه. وسمعنا كتير عن آخرين من ديانات أخرى الرب يسوع المسيح ظهر لهم لأنه كانوا بيسعوا عايزين يعرفوا الحق بس مش عارفين، فالرب راح لهم وبعت لهم اللي يكلمهم وشرح لهم رسالة الخلاص، كلمة الحق عن الإيمان المسيحي الحقيقي، ووصلوا وبعد كده صنعوا البر. ده المعنى المقصود اللي أنا أفهمه من هذه الآيات. آمين. أشكرك جدا أسيس، ربي بعكك، ربي بعكك. إذن أحبائي، باختصار سريع قبل ما أسلم الحوار للأسيس هنري، لو مين ما يقول يقول، حتى بولس الرسول قال لهم لو أتاكم ملاكا من السماء وبشركم بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما. كلمة الله صادقة. إذا كان عمل بيلي جراهام أو غيره زلت لسان، كلمة الرب أصدق. يعني عشان هيك نحن ما فينا نجي نقول فلان قال، أو كل من يدعو باسم الرب يخلص، إذن خلص أنا مش ضروري آمن بالمسيح. لا، لأن الكتاب، كل الكتاب يشهد للمسيح. فلو جينا نحن تمسكنا بآية وما فهمناهاش، نجي بهيدي الآية الصغيرة نخبط تعليم كله، كل الكتاب عم يشهد للمسيح وذبيحة المسيح، فلازم نكون منطقيين. طيب أسيس، لازم ندخل نحن على موضوع نصبه إلى ضلالة بلعام. وطبعا ضلالة بلعام مكتوب عنها، عن بلعام بالذات، هذا الذي كان نبي وأحب أجرة الظلم، بيقول لك بطرس الرسول بيسميها بيهوذا 11 ضلالة بلعام، بيسميها ببطرس الثاني الإصحاح الثاني عدد 15 طريق بلعام، مثل كأنه كمان طريق قايين، وبيسميها برؤية 2:14 تعليم بلعام. إذن ضلالة بلعام، طريق بلعام، تعليم بلعام. لأنه ما عشنا حتى يعني يدوب بعد معنا ربع ساعة.
ما لانه الوقت طار منا بسبب موضوع يس، بس يا ريت تقولها كفكره حتى ما تضلش ناقصه بالحلقه. بس عايز اقول قصه بلعام موجوده في سفر العدد، نعم، اصحاح 22 و23 و24 يس. لما تقرا الثلاث اصحاحات دول حاجه عجيبه سيجو، ما تلاقيش على الشخص ده اي عيب، يعني ما عملش حاجه غلط، خد بال حضرتك، لكن تشوفه في العهد الجديد سلخين مفضوح مفضوح. وبنشوف برضو ان في سفر العدد الاسرائيليين قتلوه، مات بحد السيف، لان هو كان سبب ان اوجد قدام الشعب عثرة، ولما عثروا واكلوا ما ذبح للاوثان وزنوا، هذا بنصيحه منه بارشاد منه، ما هو ديت اللي قالها بقى، ما هو وبيقول لك عندي معرفه القدير، عنده معرفه القدير قال كلام جميل جدا يس، واللي يقوله له الرب كان بيقوله صحيح، بس هيطلع بلوشي من غير هدية هدية ولا أجرة الحلوين اللي قال له عليها، ولا الأجرة اللي سماها الكتاب أجرة اسم، مش هيرجع جيبه فاضي يعني. فقال لك طب وانا أخسرها ليه، حط لهم كده يعني طعم. والملك قال له أنا حاكرمك، بس تعال إلعن لي الشعب الخارج من أرض مصر، قال له هنعمل لك حاجة يعني أقوى من اللعنة. بس انت روح اطلق شوية بنات حلوين كده في وسطيهم وخلي الشعب يضيع، ويدعوهم للذبائح الوثنية، والرب هيغضب عليهم والرب هيبته. فصار اسمه اسمها ضلالة وطريق وتعليم، تعليم، يعني تصور شو خطير هالإنسان. طريق بالعام يقول عنها الكتاب انها ورطة، يعني تدين مع 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 خطية. ايوه اوكي، حطتها يعني مستعجب على دي فكرة شيطانية عجيبة يعني، واخد بال حضرتك. فالراجل مشى تمام ومستقل. بدي اقطعك بس كفكرة تعليمية لانه كتير مهمة. ايش عبالي من زمان سألت شخص فضح انه كان ماشي مع كذا، يعني زنى مع كذا امرأة، وعلى اساس انه تاب، فقلت له يا راجل انت ازاي بتسمي حالك مؤمن وكنت عايش بهيدا الشر؟ انا كنت ضميريا تعبان، وبس انا بحب الرب وانا متأكد انه انا مخلص. فهيدا هيدا من نوعية بلعام. تفضل. فطريق بلعام طريق ورطة، نعم، زي ما وصفها الملاك، ملاك الرب لما ظهر الملاك، واخد بال حضرتك. ضلالة بلعام ان هو يعني في قلبه عايز الأجرة، وفي نفس الوقت عايز يظهر قدام الرب ان هو بيمشي زي ما هو وعم يعمل مشيئة الله، بيعمل مشيئة الله، واللي هتقوله لي انا هقوله. وفعلا ملعنش الشعب. امين. طيب لان بعد معي حوالي 12 دقيقه لازم اخذ من الاحبه النقطتين الاخيرتين. أسيس ريمون الرب يباركك، بتحب تقلنا بسرعه كمان عن مشاجره قورح اللي هو وجماعته قاموا قيامه على موسى وعلى هارون، وقال لهم ما بالكما ترتفعان على جماعه الرب، كل الجماعه باسرها مقدسه باسرها، فكلنا كهنه. تفضل يا محبوب. سفر العدد 16 ومكتوب انه كان في قورح ودثان وابيرام، نعم، تمردوا على سلطه هارون وموسى، ومش كده وبس، ده خدوا معاهم 250 رؤساء من الجماعه، نعم، وتمردوا على 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 موسى وعلى هارون على اساس انهم كلهم من اللويين ويحق لهم انهم يقدموا ذبائح زيهم زي هارون. ليه ناخد ايه المعنى من كده؟ هنا التمرد ما كانش التمرد انهم عايزين يخدموا الرب فزعلانين او متضايقين، لكن هنا التمرد على انهم عايزين يمتلكوا السلطه. وهنا اكتر حاجه اللي هي بيقول فيها عن الارتداد، هنا الارتداد عن العباده الحقيقيه، فعايزين يقدموا عباده كاذبه، احنا عايزين شكل معين ان احنا نكون في الصوره زينا زي هارون وزي موسى. وعشان ما اطولش وعشان وقت الحلقه،
ينام انحدار في الارتداد انتهى بالامر ده اللي ادى بيهم الى الهلاك، لانه اي شخص هيكون هدفه نفسه مش هدفه مجد الرب، وهدفه انه يسرق حاجه مش حاجته، وانه بالرغم من الرب اكد لهم انه هو يعني اختار موسى واختار هارون لهذا العمل، موسى كانه رئيس وهارون كرئيس كهنه لهذا العمل، وان ده مش معناه ان هم اقل من حد، لكن هم اصروا على هذا الامر، وبعد كده الرب راح سمح بانه تنشق وتنفتح الارض وتبلعهم. وده دليل على او دليل على كل واحد هيرتد ان نهايه الارتداد هو الهلاك. وده اللي عايز اوصله لنا من الجزء الجميل قوي بتاع الايه، بيقول ويل لهم، فبدا بالويل انهم سلكوا طريقين انصبوا الى ضلاله بالعام لاجل اجره، واخيرا هلكوا في مصادرات قورح. فنهايه الارتداد هو الهلاك. الشخص اللي مش هيقبل الرب مخلص وفادي لحياته ويقبل الرب كطريق وحيد، هو شخص الرب يسوع طريق وحيد اوحد بر يسوع نعمه ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، يعيش للرب والمجد الرب ويكون هو الطريق الوحيد في حياته، يقبل الرب وحياته تكون ملك للرب، يبدا يعيش من اجل الرب، يرفض كل ضلاله بالعام، يرفض كل امور كاذبه، كل اجره وكل امور لا تمجد الرب من خلال الخدمه او من خلال اعمال او من خلال امور حواليه انحط فيها بشكل او باخر، يرفضها، لان النتيجه النهائيه لهذا الارتداد بيبتدي بانك تركت الرب وتبعت طريق اخر، بدات تستخدم اسم الرب، اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخذنا شياطين، والى اخره، قال لهم اذهبوا عني لا اعرفكم. فناس كتيرة هيبقى جوه الكنيسة بقوا عاملين زي بالعام، عاملين زي قورح، كل هدفهم مجدهم الشخصي، لكن هيجوا في يوم من الأيام هيهلكوا، لأن ده طريق الارتداد اللي بيحذر منه يهوذا، اذهبوا عني لا أعرفكم، في الآخر هينتهي بهم الحال وهلكوا في مصادرات قورح. أمين. الرب يباركك يا محبوب، شكرا جدا لأجل المداخلة أو المداخلات اللي عملتها معنا، وفعلا فرقت معنا كمان، حضرتك رأيك رائع جدا، نشكر رب من أجلك أسيس ريمون، الرب يباركك. أسيس فاي، حضرتك بعد إيه اللي بتحب تلمه معانا بقصة قورح وبقصة بحادثة قورح طبعا وبحادثة بلعام لو سمحت، طبعا باختصار شديد لو سمحت، ربي باكك. الصوت في حد في موضوع بلعام. نعم، بلعام مش بس العهد الجديد قال لنا عنه انه عمل اشياء سيئه جدا، علم الشعب انهم يقدموا ما ذبح للاوثان وانهم يزنوا، ياكلوا ما ذبح للاوثان وانهم يزنوا. ده هو كمان في سفر العدد اصحاح 22 لما بلاق ابن صفور ملك مؤاب بعت له في الأول مرضيش يروح. yeah. ليه؟ لأن الرب قال له ما تروحش. nah. في البداية خالص الرب قال له ما تروحش معاهم، لكن بعت له تاني بلاق، بعت له هدايا أكتر، وأنا هكرمك وهدي لك هدايا، فابتدأ يترجى الرب تاني. طب أنا لأنه أحب أكرة الإث. نعم. الرب قال له ما تروحش، رجع تاني، لا انا عايز اروح، اصله احب اجره الاث، بحب الفلوس. الرب يحفظك يا خدام، بحب الفلوس. بحب الفلوس. الرب يحفظك يا خدام ان نتاخد بالامر ده. امين يا رب، لان في خدام الرب يحفظنا ما نقعش في هذا الامر. موضوع بنو قورح. نعم. بنو قورح قالوا ان كل الجماعه باسرها مقدس. سمعنا يعني موسى وهارون، كل الجماعه باسرها مقدسه. موسى ده كان وسيط العهد القديم. مين وسيط العهد الجديد؟ شخص الرب يسوع المسيح لكل المجد. فموسى يمثل الرب يسوع. هارون كان رئيس الكهن في العهد الجديد، الرب يسوع المسيح لكل المجد هو رئيس الكهنة. فبنو قورح بيمثلوا الناس اللي بيرفضوا الرب يسوع المسيح وسلطانه وحده، اللي بيرفضوا الرب وسلطانه وحده وهو الطريق الوحيد
للخلاص. دول بيمثلوهم بنو قرح، وكمان بنو قرح قالوا ان الجماعه باسرها مقدسه. دول بيمثلوا كثيرين من الناس اللي بينادوا. نرجع تاني للنقطه اللي كنا بنناقشها اللي سالت فيها الاخت اللي اتصلت، الناس اللي بينادوا بعموميه الخلاص. كل الجماعه، الكل بيخلص. لا، مفيش خلاص الا بالرب يسوع المسيح، ومحدش يقدر ينال الخلاص الا عن طريق الايمان بالرب يسوع المسيح وقبول الخلاص بالايمان. واختم بالكلمه اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اتكلم فيها الاحباء: ويل لهم، دينونة آتية بكل تأكيد. تنبأ أخنوخ السابع من آدم وقال إن الرب سيأتي بعربوات قديسيه لكي يصنع دينونة على الفجار. ويل لهم. هل نعلم إن كلمة ويل لكم، الويل ذكرت مرة تاني في العهد الجديد في إنجيل متى أصحاح 23 10 مرات الرب يقول للكتب والفريسيين والناموسيين ويل لكم 10 مرات. كمان في إنجيل لوقا أصحاح 11 6 مرات ويل لكم. الناس اللي دخلوا خلسة في وسط الدين، الكتب والفريسيين والناموسيين، رجال دين وناس دخلوا خلسة إلى الكنيسة، حاليا دخلوا خلسة، لكن هيجي اليوم الرب النهاردة بيقول لهم ويل لكم. وهيجي اليوم اللي فيه يقف قدام المسيح، المسيح يقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم. ده احنا اتكلمنا باسمك، لا أعرفكم. ليه؟ لأنكم ما اختبرتوش الخلاص. أمين. ما قبلتوش. الرب يباكك أسيس، تخلصوا وتقبلوا خلاص المسيح. الرب يباكك يا حبيبي، الرب يباكك. شكرا لأجل المداخلات اللي عملتها، رائعة جدا أسيس سفايق، حقيقة روعة روعة. يعني بشكر الرب من أجل حضراتكم جدا جدا. أسيس هنري، أنا بعد معي دقيقتين ونص ولازم أحكي شوي عن عيد الحصاد. عنا عيد الحصاد في الأسبوع الجاي والبعده والبعده. بتحب تحكي لنا كلمة هيك بسرعة لو سمحت، ولو نص دقيقة قبل ما أنا أبتدي أختم الحلقة ولملمها، عن الحصاد في الكرمة؟ لأنه الكرمة كل 6 شهور بتعمل أسبوعين ونص 3 أسابيع عيد الحصاد، بسموه عيد الجمع وعيد التقدمات، ودي فرصة حلوة للشعب اللي عم بيشارك معنا وبيشاهدنا وكذا أنه يدعم عمل الرب. وكان ممكن الرب يجيب 1 مليونير يغطي العمل ومصاريف الساتلايت والموظفين كلهم. أنا على فكرة أنا مش موظف، أنا خادم بكنيسة وبقدم البرنامج، بس أنا مش عم بطلب حتى أخذ، لأن أنا ما بأخدش. بس أنا بهمني أنه اللي عم بيدعم عمل الله بالكرمة والساتلايت العالمي اللي بيغطي الأرض كلها، ده بده فلوس يا جماعة. عشان هيك الرب يعطي نعمة يفتح القلوب. تفضل يا محبوب. عايز أقول إن النفس البشرية نعم غالية جدا 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 على قلب الرب. نعم، دي نقطة حلوة. فلما بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله نعم وخسر نفسه، وكأن نفس واحدة أغلى من العالم كله. نعم. لما قناة زي قناة الكرمة تخلص نفس واحدة، تمنها كام؟ فوق العالم، أكثر من العالم، أكثر من العالم. نعم. أنا لي شرف كبير قوي إن أنا أكون مشترك ولو بحاجة بسيطة في خلاص هذه النفس. أمين. ويوما ما ويؤمن كرسي المسيح تيجي نفوس تقول أنا خلصت بسبب عطايا الأخ فلان، لولا ان هو اعطى، لولا ان الكرمة اشتغلت ووصلني رسالة المسيح. احنا كاشخاص وافراد بنعجز عن الوصول الى النفوس اللي في العالم دي كلها، ممنوع في امكنة ما بيقدروا المسيحيين بشروا فيها الا بالسر. لكن نشكر الله لاجل الكرمة والساتلايتس
اللي بتغطي كل الأرض، كل الأرض دي، وتوصل لها رسالة المسيح باشتراك زهيد من كل واحد فينا، سددنا احتياجات الرب. مجدا للرب، امين. اشكرك جدا قسيس هنري، وكمان حضرتك كالعاده رائع جدا. الرب يباركك، كفيت ووفيت بتعليم رائع جدا. احبائي طبعا انا الاسبوع الجاي بنعمه الرب والبعده مش رح نقدر نكون ببث مباشر، لانه البرامج اثناء عيد الحصاد اغلب البرامج بتتوقف، وبكون في ساعات طويله لعيد الحصاد، فيا ريت تصلوا لهذا الموضوع انه الرب يسهل الامور والرب يفتح القلوب والجيوب وتدعموا عمل الرب. ونشكر الرب، انا بشكر الرب جدا حقيقه من قلبي انه استراليا من المدعمين جدا جدا لعمل الرب في الكرمة. اشكر الله من اجل شعب استراليا المعطاء واللي عندهم تضحيات عظيمه جدا حقيقه حقيقه. لكن برضو ما فينا نتوقف ولا فينا نتراجع. طبعا في ازمات اقتصاديه عالميه، لكن نحن ملناش فيها. بيقول لك كان في جوع في الارض، زرع اسحاق في تلك السنه فاصاب 100 ضعف. ده امر عجيب، مين وراه؟ الرب. ربنا بيعود وبيزيد غلات برنا كما يقول الكتاب، كما قال بولس الرسول. فموضوع العطاء حلو نضل نتابع فيه، وإن كان في ظروف اقتصادية وغيرها وغيرها نحن ملناش فيها، نحن مش خاضعين لناموس ونظام هذا العالم، والرب قالنا نحن مش من هذا العالم. فياريت يا أحبائي تحطوا ببالكم أنه يعني بعد كم يوم بيبتدي عيد الحصاد بنعمة الرب، تحطوا ببالكم بنعمة الرب أنه تشاركوا وبقوة وتصلوا وبقوة، حتى ما نقعد نضل ساعات طويلة وأيام وأسابيع، بل نجمع المبلغ المطلوب حتى نقدر نكفي مصاريف الست شهور الجاية. ونشكر الرب، بقالنا سنين على الهوى والرب ما قطعناش والرب ما بتركناش، بس ده فرصة، دي فرصة إنه الرب يسمح للناس تشارك بعمل الله العظيم. قناة الكرمة من أعظم القنوات المسيحية المتكلمة بالعربي في العالم، فحلو نتابع انه ندعم هذا العمل الجبار. ربي يبارككم احبائي. وطبعا بالنسبه للاحبه اللي سمعوا الحلقه، بصلي من كل قلبي انه اذا بعدك بفكر قايين بدك تتبرر باعمالك، وانا كويس وانا مش عم بعمل ولا غلطه وانا صالح، وانا مش حتتبرر، لانه المسيح بهالعمليه كانه مات بلا سبب. المسيح مات عن كل الناس لانه ما فيش حد بيقدر يخلص نفسه، ولهذا كلنا محتاجين لخلاص المسيح ونعمه المسيح. كل اللي بتعمله قل له يا رب ارحمني وسامحني على كل خطاياي، من قلبي نادم على كل خطيئة، اسكن فيي بالروح القدس يا رب، قويني وقدسني واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. للرب إلهنا الكرامة وكل المجد إلى أبد الآبدين، آمين. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه الرب معكم.